موضوع حلقة النهاردة هو الحملة الإعلانية. الحملة الإعلانية هي سلسلة من الإعلانات ذات الرسالة الإعلانية المتشابهة في الموضوع والفكرة للإعلان عن سلعة أو منتج أو خدمة أو قضية أو فكرة خلال فترة زمنية معينة من خلال وسائل الإعلام المختلفة بهدف تحقيق أهداف محددة بتختلف على حسب نوع الحملة، سواء هي حملة ذات مضمون إعلاني تجاري أو حملة إعلامية ذات مضمون إعلامي. الحملة الإعلانية اللي احنا نتكلم عنها هي المرتبطة بالتسويق التجاري. الحملة الإعلانية بتكون مجموعة من الإعلانات اللي بتسمى كوميرشالز، إن هي مرتبطة بالإعلان عن منتج أو خدمة أو سلعة. الخدمة بتكون مكان، مطعم، كافيه. السلعة بتكون الإعلانات اللي زي إعلانات السيارات، زي إعلانات الأدوات المنزلية، والمنتج يكون مرتبط مثلا منتجات الأطعمة المختلفة والمنتجات اللي بيقدر الإنسان إن هو يشتريها بسهولة. بتختلف شوية في طريقة الإعلان عن السلع المعمرة مثلا أو السلع اللي بتستخدم في الأساس المنزلي، وبتختلف كمان عن الإعلان عن خدمة أو مكان. في الحملة الإعلانية الهدف الأساسي هنا بيكون هو زيادة المبيعات أو تحقيق ربح اقتصادي، لكن في عدة أهداف فرعية. لو المنتج أو الخدمة أو السلعة هي جديدة، بيكون الهدف من الحملة هو التعريف بالمنتج أو التعريف بالخدمة. أحيانا لو المنتج بقاله فترة طويلة أو خدمة بقالها فترة طويلة، بيكون في عدد من المنافسين، بيبقى الهدف الأساسي هو زيادة المبيعات. أحيانا بيكون في شائعات بتهدد المنتج أو الخدمة وبتهدد مثلا مصداقيته لدى الجمهور، أو أزمة بيمر بيها مكان الخدمة، فبيتم عمل الحملة بهدف تحسين الصورة الذهنية لدى الجمهور. في تصميم الحملة الإعلانية وتجهيز الرسائل بتاعتها، الجمهور المستهدف عادة بيكون من المستوى الاقتصادي المرتفع اللي هو هيقدر يشتري الخدمة بتاعتي، فبنلاقي إن الفئات المهمشة مش بتكون هدف كبير في كل الحملات الإعلانية. في المقابل، الحملات الإعلانية بتكون أسهل شوية في تصميمها، إن هي مش بتتعارض مع أفكار وعادات وتقاليد المجتمع زي الحملات الإعلامية. لكن الحملة الإعلانية عادة بتكون بتركز على الاستهلاك أو الربح الاقتصادي أو التجارة، فهي ما بتقابلش صدام مع أصحاب المصالح المختلفين في المجتمع زي أصحاب الشركات، لكن هو الصدام أو جماعات الضغط، لكن هو الصدام اللي بيكون موجود لدى الحملة الإعلانية هو المنافس فقط ليها. ما بتصطدمش بالعادات والتقاليد، ما بتصطدمش بمثلا الدين، فبتقدر توصل للجمهور بشكل أسهل. التحدي الحقيقي في تنفيذ الحملات الإعلانية بيكون القناعة اللي لدى المعلن إن هو يقدر ينقلها للجمهور. ده بيكون من خلال شكل مثلا أشكال مثلا الشكل الغنائي مثلا، أو شكل درامي، أو شكل الحواري، إن هو يقدر ينقل الفكرة اللي عنده تحول لقناعة لدى الجمهور المستهدف. الجمهور المستهدف هنا بيتنقل له الأفكار من خلال التسويق التجاري. مهم طبعا دراسة احتياجات الجمهور المستهدف، لكن في كثير من الأحيان بتبدأ الحملة الإعلانية أو التسويق التجاري هو اللي يوصل للجمهور من خلال مثلا الانوفيشن أو ابتكار، ويخلق له احتياج هو ما كانش يعرف إن هو عنده، زي مثلا المواقع الإلكترونية أو الأبليكيشنز اللي بنشوفها منتشرة بتوفر حلول ابتكارية للجمهور. فبيسمى النوع ده من التسويق التجاري بيسمى من أعلى إلى أسفل. دي أبسط النقط عن الحملة الإعلانية، وأتمنى تكون حققت ليكوا استفادة.